بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية ضمن كورس الماجستير للبايو بوليمرز وهي بعنوان الكايتين والكايتوسين. لو ناخذ نبذة تاريخية عن الكايتين فراح نشوف انه في سنة 1811 لأول مرة اكتشف الكايتين من قبل البروفيسور هنري براكون اللي عزله لأول مرة من بعض الفطريات، لذلك سماه بالفونجن. سنة 1823 العالم أنتون وجد الكايتين أثناء دراسته لبعض أنواع حشرات الخنفسة، لذلك سماه بالكايتين نسبة إلى الكلمة الإغريقية تشيتون أو كيتون اللي هي تعني سترة أو المغلف اللي موجود على ظهر الخنفساء، لأنه يعني استخلصها من هذا الجزء. سنة 1838 تم اكتشاف السليلوز لأول مرة. سنة 1859 العالم رافت اكتشف الكايتوسين اللي هو يعتبر أحد مشتقات المهمة أو للكايتين، واللي هو إلى الأهمية الأكثر اللي راح نشوف بسبب انه قابليته على الاذابه، بينما الكايتين ما عنده قابليه ذوبان ممتازه او ما يذوب بالحقيقه. سنه 1920 تم لاول مره انتاج الفايبر كايتين فايبرز الياف الكايتين باستخدام عده انظمه من المذيبات. سنه 1930 تم اكتشاف السنثيتك فايبرز. سنة 1950 الستركتشر مال الكايتين والكايتوسين شخص بصورة ممتازة ودقيقة باستخدام الاكس راي ديفراكشن والانفراريد والانزيماتيك اناليسيس. سنة 1970 صار عملية إعادة اكتشاف للكايتين بسبب أهميته والكايتوسين، فبدت العالم تتركز بحوثهم بشكل كلش كبير على هاي المركبين لمدى تطبيقاتهم الواسعة جدا مثل ما راح نشوفها خلال هذه المحاضرة. في سنة 77 أقيم أول مؤتمر عالمي خاص فقط بهالمركبين اللي هم الكايتين كايتوسين. ليش مهم الكايتين؟ بالحقيقة لأنه يمتلك بعض الخصائص البديعة الفريدة اللي ممكن أنه يمتلكها هو أو الكايتوسين. أهمها هي البايو كومباتيبل، يمتلك توافق حيوي فممكن أنه تستخدمه داخل الجسم، ولأنه ممكن بايو كومباتيبل أيضا يمتلك خاصية البايو ديجريدبل قابل للتحلل، لذلك هذه راح هو والبايو كومباتيبلتي مالته راح تخلينا نقدر نستخدمه داخل الأجسام الحية. الشيء المهم انه نان توكسيك، ما يمتلك سميه، يمتلك الفه عاليه مع البروتينات، يمتلك مجاميع وظيفيه ممتازه ممكن انه نستغلها في تحضير عده مشتقات تكون جدا مفيده في بعض التطبيقات، رينيوبل قابل للتجديد، والاهم انه هو متوفر بشكل كبير في الطبيعه. شنو الكايتين والكايتوسين؟ بالحقيقة الكايتين هو عبارة عن ناتشورال بوليسكرايد، هو ثاني مركب طبيعي على وجه الأرض من حيث الوفرة من بعد السيليلوز. بالحقيقة الستركتشر مالته شبيه جدا إلى تركيب السيليلوز، عدا أنه مجموعة الهيدروكسيل في الرقم 2، هذه رقم 1 هذه حلقة الجلوكوز، هذا رقم 1، هنا رقم 2، فهذه مجموعة الهيدروكسين عندما تستبدل بمجموعة NH C double bond O CH3 اللي هي استاميدو جروب، فراح يتحول إلى الكايتين، وعملية الارتباط راح تكون 1 beta 1 4 linkage. لما نسوي عملية تحلل لل NHCOCH3 راح أحصل الانجلوكوزامين أو أيضا بيتا 1-4 لينكيج اللي هو بالحقيقة كايتوسين. لذلك الكايتوسين هو بالحقيقة مشتق مهم من الكايتين بعملية تحلل مجموعة الأسيتايل جلوكوزامين إلى مجموعة الأمينو أو الجلوكوزامين اللي نشوفها أمامكم.
عملية التحلل بكل بساطة تجري بسبب أنه مجموعة الأمايد الأسيتال هذه ممكن هي عبارة عن أمايدية بالحقيقة. فنعرف أنه الأمايدات اللي هي أحد مشتقات الحامض الكربوكسيلي ممكن أن تتحلل بسهولة باستخدام محيط قاعدي. فمجرد عملية غليان الكايتين بمحلول أن NOH تركيز 40-50% راح يحلل بعض مجاميع الأسيتايل إلى مجاميع الأمين وليس الكل. لذلك بالحقيقة ما عندي أنا كايتين لوحدة في الطبيعة ولا عندي كايتوسين لوحدة في الطبيعة. فعادة الكايتين والكايتوسين يميلون أن يكونون على شكل كوبوليمر. فنشوف تركيب الكوبوليمر أنه ممكن يمتلك مجاميع الكايتين يكون على شكل كايتين اللي هو الأسيتايل أمينو أمايدو، وممكن أنه يصير عملية تحلل الأسيتايل وتكون لي فقط مجموعة الأمين، أو ممكن الأمين تدخل بها مجموعة الكايل. فهذا يجعل المركب هو عبارة عن كوبوليمر وليس بوليمر ككايتين أو كايتوسين لوحده أطلاقا. عادة لما تكون عدد الأسيتايل جلوكوزامين وحداتها عددها يكون أكثر من 50%، فالمركب راح نطلق عليه بالكايتين. لما يكون العكس الجلوكوز الان جلوكوزامين لما يكون هذه عددها أكثر من 50% بالسلاسل البوليمرية فراح نطلق عليه الكايتوسين. لذلك راح يطلع لي عندي فد مصطلحين مهمة اللي هو degree of N-acetylation اللي يرمزوا له بالدي اي، والديجري اوف ان دي اسيتايليشن اللي يرمزوا له بالدي دي. واللي الحقيقه هذا هو الاهم، لانه احنا نهتم بالكايتوسين في التطبيقات الصناعيه اكثر من الكايتين، بسبب راح نشوفه بعد شويه انه الكايتين عديم الذوبان بالمذيبات وبالماء خاصه، بينما الكايتوسين بسبب وجود ال ان اتش 2 فراح تسهل عمليه الذوبان في الماء. لذلك الديجري اوف ان اسيتيليشن هو كميه الاسيتاميدو الى كميه الاسيتاميدو مع الامينو، والديجري اوف الان دي اسيتيليشن اللي هو مختص بالكايتوسين هو كميه الامين ايش قد عندي بالسلسله البوليمريه نسبه الى كل المجاميع الى تركيب الان اسيتاميدو والامينو جلوكوز. بالطبيعه الكايتين هو الاكثر موجود بنسبه 70-90%، وممكن انه اعين الديجري اوف دي استيليشن بيرسنت اوف دي دي باستخدام تقنيه الان ام ار بكل سهوله. على الاساس بالحقيقه الكايتين يمتلك ثلاث تراكيب بالفراغ، الاول نسميه بالالفا كايتين، الثاني بيتا كايتين، والثالث بالجاما كايتين. الألفا كايتين هو الأكثر وفرة بالطبيعة، راح يكون موجود يسمونه إنه أنتي بارالل الكونفيجريشن، الترتيب السلاسل البوليمرية راح تكون بشكل متعاكس. هذا الشيء راح يخلي إنه تكوين أواصر هيدروجينية بين الـ NH والـ أكسجين مال كربونيل بين سلسلتين بوليمرية. هالشي هذا راح يسوي كأنما البوليمر مو خيطي، البوليمر متشابك بين السلاسل. هذا الأمر هو اللي ينطي صفة الرجد ويمنع من الذوبان. أي مركب عندي أنا في البوليمرات يكون متشابك فراح يفقد خاصية الذوبان. الصنف الآخر هو البيتا كايتين اللي ممكن أنه نحصله من العمود الفقري مع الحبار ومن الحراشف اللي موجودة بالأقدام مالته اللي تبعث الإنك الحبر مالته، يكون على شكل parallel configuration، يكون باتجاه واحد متوزع السلاسل البوليمرية. لذلك راح تكون الأواصر الهيدروجينية ضمن السلسلة الواحدة، وعلى الأساس راح تكون ضعيفة وغير مستقرة، لذلك تسهل ذوبانه في الماء. الصنف الآخر راح يكون الجاما كايتين اللي هو راح يكون بالحقيقة ميكسجر بين الألفا والبيتا، لذلك الخصائص مالته تكون وسطية تعتمد
منو الأكثر، الألفا بالتركيبة أو البيتا، فراح يكون الـ intermediate properties يمتلك هذا النوع. تعتبر الكيتوسين بالحقيقة يمتلك فعالية جدا عالية بسبب وجود عدد من المجاميع الوظيفية. فعندي مجموعة الربط بين الجلوكوز جروبز اللي هي أكسجين، هذه المجموعة الإيثارية اللي ممكن أن يصير بها هيدروليسز باستخدام الإنزيمات أو باستخدام بالكواشف الكيميائية عفوا. عندي مجموعة الأمايد بالكايتين، فممكن أن يصير عليها عمليات تحلل مائي باستخدام القاعدة غالبا. عندي مجموعة أو اتش ممكن راح تدخل في الكثير من التفاعلات الكحولية، وعندي الأو اتش اللي مرتبطة بالحلقة رأسا مو بالسي اتش 2، وعندي مجموعة الأمين. هذه المجاميع بالنسبة للأو اتش ممكن أن تصير بها عملية الاسترفيكيشن الايثرفيكيشن، ممكن تصير عملية اكسدة اليمينيشن بروتكشن رياكشن، ونفس الشيء بالنسبة للمجاميع ال ان اتش 2 ممكن تصير عملية امايديشن، ممكن اختزال، ممكن أن ندخل عليها واحد او اثنين او ثلاث مجاميع من الالكايل تفاعل الالكتروفيل سبستيوشن، وممكن ايضا ان تدخل في تفاعلات البروتكشن رياكشن. تجي الفعالية او الاهمية الكبيرة بالنسبة للكايتوسين بالحقيقة تنتج من القابلية او قابليته على الكومبلكسيشن مع الميتال ايونز، مع الانيونيك بوليمرز، مع الامينو اسيدز، مع البروتينز دي ان اي، مع الخلايا، مع الاصباغ، الفاس، الكوليسترول. بسبب وجود مجاميع ال ان اتش 2 والاو اتش اللي داخله في التركيب الاساسي للكيتوسين، فممكن انه تسوي هاي الارتباطات الكلابيه او غير كلابيه، فممكن ان يكون مجرد امتصاص كسطح صلب عليه من قبل الدايز او الهيفي ميتالز. هذا الشيء انطى المدى الواسع من التطبيقات بالحقيقه. ممكن انه نعين الديجري اوف دي استيليشن حتى نعرف ايش قد عندي صار عندي كيتوسين. لما يكون عندي انا مستخلص الكيتين من القشريات المحار او من الفطريات او غيرها، وبسبب انه هو غير ذائب بالماء لذلك تطبيقاته تكون جدا قليله. المفضل الان انه نسوي له عمليه الدي استيليشن حتى احوله الى الكيتوسين، وكل ما زيد الديجري اوف دي استيليشن كل ما راح تزيد قابليته على ذوبان بالمذيبات، فيصبح تطبيقاته اوسع وافضل. لذلك من المهم جدا ان نعرف الكيتوسين ايش قد تحول الدي استيليشن، ايش صار بي ديستيليشن، تحول الاستامويدو الى مجموعه الامين. فبتفاعلات تسحيح اعتياديه حامض قاعده راح ممكن نعرف بالضبط الديجري اوف دي استيليشن. كيتوسين راح يمتلك بعض المزايا الجميله مثل ما نقولون، مثل المويستشر كونتنت، انه له قابليه على ان يمتص الرطوبه من الجو. عاده يكون بارتيكل السايز مالته بحدود 30 ملم بعد ان تمتص الرطوبه. ممكن انه اعين هاي المويستشر قد الكميه اللي جاي يمتصها بالطرق الوزنيه، اخذ جاف واعرضه للرطوبه واوزنه، وبعدين اقدر اطلع بالضبط ايش قد ممكن انه سحب رطوبه من الجو. كخصائص هو يمتلك ذوبانيه معتدله لا يذوب ولا لا يذوب، فذوبانيته معتدله. لذلك في كثير من الاحيان انه نضيف كميه من الاسيتيك اسيد كميه قليله بالبدايه ونكملها بالماء حتى نبرتن بعض مجاميع الامين، فتنطين ال NH3 بلس اللي تساعد على عمليه ذوبانه بالماء. عاده ما يذوب بالمذيبات العضويه ولا بالايثانول، ومثل ما قلنا الذائبيه مالته بالماء تعتمد على الديجري اوف دي استيليشن. كل ما يكون عندي مجاميع ان اتش 2 اكثر من الاستامويدو راح يكون ذوبانيته بالماء افضل.
البي اتش لما يذوب بالمياه راح يكون يمتلك بي اتش بين 4 الى 6، يعتمد على الديجري اوف ديستليشن. الدنسيتي بين 35 الى 41 جرام للسنتيمتر مكعب، ونشوف جلاس ترانزيشن تمبرشر مالته عاليه. أهمية الكيتوسين قلنا أنه راح يمتلك مجاميع وظيفية كثيرة اللي هي الـ OH والـ NH2. هذه المجاميع الوظيفية راح تسهل لي كثير من التفاعلات، فممكن أدخل السلفوأثل حتى أحصل مجموعة الـ SO3 هذه اللي تسهل لي أكثر عملية الذوبانية مالته، وممكن تدخل بتطبيقات إزالة الأيونات الهيفي ميتالز الأصباغ وغيرها بشكل ممتاز. ممكن أنه أحصل على الكربوكسي مثل الكيتوسين يكون مرتبط بالنيتروجين والأكسجين، أو أقدر أحصله بالنيتروجين لوحده بأن أسوي بروتكشن رياكشن للأكسجين بالبداية، فعملية الكربوكسيميثيليشن راح تصير فقط على الجزء الأميني، أو إذا أريد الكربوكسيميثيليشن يكون على الـ OH والـ NH2 فممكن بسهولة أن يتم هذا التفاعل. ممكن أن أدخل مجموعة الأسايل بتفاعل أسايليشن، ممكن أدخل كثير من المركبات الفعالة على تركيب الـ NH2 على مجموعة الـ NH2، ممكن أن أفعله مع الألديهيدات والكيتونات وأحضر على انواع من الشيب بيسز، ممكن اسوي عمليه استبدال لمجاميع الهيدروجين الامينيه بمجاميع الكايليشن، فاسوي الكايليشن للكيتوسين ممكن استبدل وحده واثنين، وممكن ادخل حتى ثلاثه بحيث يتكون عندي امونيوم سولت. والصنف المهم جدا انه الكيتوسين هو عباره عن ووتر سوليبل بوليمر، لانه هو عباره عن سلاسل خيطيه، فلما افاعلها مع الديهيدات ثنائيه مثل الجلوترال ديهايد على سبيل المثال، فراح اربط سلسلتين بوليمريه واحصل كروس لينك كيتوسين اللي يكون يتحول من ووتر سوليبل بوليمر الى صنف مهم اللي هو الهيدروجيل بوليمرز، اللي راح نجي له في محاضره لاحقا ان شاء الله بس ناخذه بالتفصيل بسبب اهميته في كثير من التطبيقات اللي لها علاقه بالبايو بوليمرز وبالسينثيتك بوليمرز بنفس الوقت. الابلكيشنز لذلك بسبب هالمجامع الوظيفيه وبسبب خصائصها الفريده، الكيتوسين والكايتين اثنينهم خصائصهم الفريده راح يمتلكون العديد من التطبيقات المهمه، اهمها اللي هي بايوميديكال ابلكيشن. والبايوميديكال ابلكيشن ايضا تطبيقات واسعه وعده انواع، نوجز اهمها الان اللي هي ضمادات الجروح، فراح نشوف انه تستخدم الكيتوسين بشكل فعال كضمادات للجروح لحمايه الجلد من التلوث ومن بعض الامور اللي ممكن انه تسبب العدوى للجرح او للحروق. الكيتين الضمادة اللي تعتمد على الكيتين بنفس الوقت تسرع من عملية الديرمال ريجنريشن، يعني من تجديد الجلد اللي راح يكون يموت او تعرض الى عملية جرح او حرق، فراح يسرع وجوده بالضمادة راح يسرع من عملية تجديد الجلد، يسرع من عملية الهيلينج الشفاء، راح يمنع تسلل البكتيريا للجروح والحروق، وبنفس الوقت راح يقلل لي من فقدان الماء. وهذه نموذج للضمادات الطبية اللي مستخدمها. الشيء الجميل انه هي راح تكون شفافة، فممكن المريض نفسيا يشوف الجرح راح تكون لها قابلية انه السي او 2 اللي يطلع من الجرح او من الحرق انه يخترقها ويطلع الى الخارج، والأكسجين ممكن أنه يمتص الجلد، ولذلك هاي العملية هي اللي راح تزيد لي أو تسرع لي من الوند هيلينج، من شفاء الجروح أو الحروق. الكيتين يستخدم بشكل جدا بديع بعملية إنتاج خيوط الجراحة بسبب انه يمتلك قوة ومرونة في نفس الوقت، وبنفس الوقت هو قابل للتحلل البيولوجي، فراح يصير ديكمبوز بعد ان يتماثل المريض الى الشفاء، فما راح يحتاج انه يرجع للطبيب ويشيل الخيط اللي هي عملية مزعجة جدا لكثير من المرضى اللي يعانون من عمليات جراحية.
وهنا هذا الشكل في التوضيح انه ممكن شريحه من الضماد الطبيعي من الكيتوسين انه تتغلغل وتحمي الجلد وتحمي الجرح او الحرق وتسارع من عمليه الهيلينج، تحمي من البكتيريا، تحمي من التلوثات اللي ممكن ان تصير وتاثر بشكل كبير على الجروح وعلى الحروق. الصنف الآخر من التطبيقات البيوميديكال هو الانتيكوغليشن. الحقيقة أي مريض يخضع إلى عمليات جراحة القلب وغسيل الكلى راح يحتاج إلى مضادات التخثر، لأنه إذا تخثر الدم داخل الجسم ممكن راح يسبب لي جلطات. لازم أي مريض يعاني أو يخضع لعملية جراحة القلب أو غسيل كلى أنه يأخذ مضادات التخثر، فراح تمنع هاي المضادات، تمنع تخثر الدم أثناء الجراحة وما بعد الجراحة. ووجد أن مشتقات الكيتين السلفونية تعتبر من أفضل مضادات التخثر فعالية. كتطبيق آخر ضمن البيوميديكال هو التشو انجينيرينج. بالحقيقة تعتمد أبحاث هندسة الأنسجة على بذر أو زراعة الخلايا بقوالب مسامية. نشوف هذا القالب مسامي يكون بورس نسميه مولز من الكيتوسين أو الكيتين، وتزرع الخلايا بالفتحات مالته، وشوي شوي راح تبدي تنمو الخلايا بحيث تتحول إلى نسيج متكامل، وهذا القالب بعدها يصير عليه عملية تحلل مائي وينتهي من عنده، ويصير يتماثل المريض بسرعة وبكفاءة عالية. بالحقيقة ممكن أنه تتحضر الآن بواسطة 3D إنكجت عملية طباعة لكثير من الأجزاء الجسم من الكيتوسين أو الكيتين. مثلا هنا نشوف أذن أو أنف أو غيرها من الأنسجة اللي ممكن تستخدم داخل الجسم، ممكن أنه تنتج بصورة ممتازة باستخدام قوالب من الكيتوسين. أيضا يستخدم بصورة ممتازة بتطبيقات العظام. بالحقيقة فالعظم هو عبارة عن مركب من مادتين أساسية، هي الكولاجين اللي يكون بشكل سوفت، والهيدروكسي أباتايت اللي هو راح يكون صلب. بالحقيقة فالكايتين يكون جدا مناسب وبديل عن الكولاجين اللي راح ينفقد من العظام نتيجة الكسور أو غيرها. الكايتين هيدروكسي هيباتايت يعتبر ميكانيكيا مرن، يحسن عملية إنتاج العظم أو الهيلينج للعظم بصورة بديعة، ويستخدم كذلك الآن بكثير من العمليات كبديل للأربطة الصناعية. فهنا في عمليات تهشم العظام اللي قريبة من المفاصل الركبة وغيرها، فيتم عمل هذا الجوينت اللي من الكايتين ويربط العظم بصورة ممتازة، وبعد أن يتماثل العظم للشفاء هذا القالب راح يصير عليه بايوديجريديشن، يتحلل وينتهي دوره بدون أن يحتاج المريض أنه الدكتور يفتح رجله مرة ثانية ويشيله مثل ما كان يصير سابقا باستخدام المسامير. الصنف الآخر من ضمن البيوميديكال أبليكيشن هو الدراج ديليفري. ومن أقول الدراج ديليفري معناته لازم أحمل الدواء على مادة صلبة تمتلك مواصفات قابلة أنه تدخل داخل الجسم الحي، وأفضل ما ممكن أن يصير كحامل لهذه الأدوية
هي ما نسميه بالبوليمرات الهلامية. فالهيدروجلز هي عبارة عن بوليمرات ثلاثية الأبعاد، يعني تمتلك تركيب متشابك وليس خيطي. بالزيرو جل يكون حجمها صغير جدا، وما تمتلك فتحات داخل تركيبها المسامي، أو فتحات جدا صغيرة، لكن عند وضعها بالماء راح تكبر وتنتفخ بشكل كبير، وتتكون فتحات جدا كبيرة بين السلاسل البوليمرية، مما تسمح بالدواء المحمل داخلها أنه ينتقل إلى الخارج بسهولة، وينتقل بتوازن مع المحيط، يعني بالشكل اللي يكفي المريض حاجته، ما ينتقل بكمية عالية جدا ممكن تسبب لي السايد إيفكت. وممكن أن يستخدم أنواع خاصة من الهيدروجلز من البوليمرات الهلامية اللي نسميها بالبي اتش سنسيتيف، اللي يكون جدا فعالة بالمعدة وبالمحيط المعدة. ممكن كذلك أنه مثل ما يسمونه بالديليوانت بالصناعات الدوائية، أنه تعتبر الكايتين والكايتوسين مثل الديليوانت. عادة لما ناخذ حباية نشوف التركيز مال دواء مثلا 5 ملي غرام، 10 ملي غرام، 100 ملي غرام، بينما وزن الحباية نص غرام على سبيل المثال. فالديليوانت الفيلرز اللي موجودة هي مركبات أخرى تضاف إلى المادة الفعالة. فالكايتين والكايتوسين أحد هاي المركبات المهمة اللي ممكن أن تعتبر ديليوانت بالصناعات الدوائية. التطبيق الآخر ضمن البايوتكنولوجي، وأهم تطبيق بالبايوتكنولوجي هو الإنزيم إموبيلايزيشن. شنو الإنزيم إموبيلايزيشن؟ بالحقيقة عملية ربط الإنزيمات بمواد خاملة غير قابلة للذوبان، هذه العملية نسميها الإنزيم إموبيلايزيشن. شنو توفر لي هاي العملية؟ راح توفر لي زيادة بمقاومة الإنزيمات للتغيرات اللي تحدث، مثل درجة حموضة، درجة حرارة، وهاي العملية راح تتيح لي انه احتفظ بالانزيمات في مكان المطلوب طوال فترة التفاعل الخاص بها، ومن بعدها ممكن انه يتم فصلها بسهولة عن المادة الصلبة وإعادة استخدامها مرة ثانية، بحيث تكون بشكل أكثر فعالية. وهل بالحقيقة تستخدم هذه الطريقة الآن بنطاق واسع بالصناعة في تفاعلات الإنزيمات المحضرة؟ ليش؟ لأنه الإنزيم اللي وحده هو عبارة عن مركبات خاصة تكون انستيبل تجاه زيادة الحامض، زيادة بدرجة الحموضة، زيادة بدرجة حرارة الجسم، ممكن أنه تتفكك و يعني ما نستفاد من عدها، وتكون خاصة سنسيتيف جدا، تمتلك حساسية جدا عالية بعد أن نسوي العملية فصلها وتنقيتها، لازم تحفظ بظروف جدا خاصة. لذلك الإيموبيلايزيشن مالتها راح يكون أفضل وأكثر فعالية لها. والكايتين والكايتوسين هي من أفضل المركبات الملائمة لهاي العملية، بسبب انه تمتلك بايو كومباتبل، توافق حيوي، تكون بايو ديجريديشن، تمتلك الفه عاليه من البروتين. نعرف الانزيمات هي عباره عن بروتينات، لذلك الالفه هي عاده الكايتوسين والكايتين تمتلك الفه عاليه مع البروتين، فممكن انه ترتبط بسهوله. وجود المجاميع الفعاله اللي موجوده بالكايتوسين والكايتين ممكن انه تسهل لي عمليه الارتباط مع الانزيمات. فالارتباط اما يكون ارتباط عن طريق الكتروستاتيك، الانزيم يحتوي على ماينس مثلا هنا شحن سالبه، الكايتوسين يمتلك شحن موجبه، فيكون ارتباط الكتروستاتيكي، او تتكون اواصر بين الانزيم والكايتوسين، او ممكن يكون على شكل غلاف الكايتوسين يحوي ويحافظ على الانزيمات، أو تكون محملة الإنزيمات داخل بورس بوليمر ماتريكس بهالشكل هذا، كأنما هيدروجل وحملناه، شبيه لعملية تحميل الأدوية للدرج ديليفري اللي حكينا عليها قبل شوية. أيضا ضمن تطبيقات البايوتكنولوجي اللي هي الجين ديليفري، فنعرف أنه الجين ممكن أن يقسم إلى
فيرال جين ديليفري ونون فيرال جين ديليفري. طبعا الفيرال راح يكون دنجر بسبب انه كفاءه العدوى مالته جدا عاليه، لذلك راح يكون دنجرس خطر، بينما النون فيرال يكون سيفر بالتعامل لانه كفاءه انتقال العدوى مالته تكون بطيئه. وعاده الفيرال لما يكون ار ان اي او فقط شريط واحد من ار ان اي او يكون على شكل تي ان اي. والكيتوسين ممكن يسوي كومبلكسيشن بسهوله مع الدي ان اي حتى يحسن لي من الترانسفكشن افشنسي، يحمي من العدوى ومن هذه الفيروس اللي ممكن تكون خطيره على صحه الانسان. ضمن التطبيقات المهمة الأخرى للكيتين والكيتوسين هو الووتر تريتمنت، فممكن أن يستخدم في إزالة الأيونات المعادن مثل أيونز، ممكن إزالة الأصباغ مثل ما نشوفه هنا. ممكن التطبيق الآخر استخدامه بالصناعات الورقية والأنسجة، فممكن يكون بالسيرفس تريتمنت إنتاج الفوتوغرافيك بيبر، كذلك ممكن يدخل بشكل كبير بالكوزمتيك، فكثير من البودرز اللي تدخل بالميك اب هو من الان ضمن انواع الكيتوسين والكيتين، ممكن يكون بالنيل بوليش، وكذلك الاستخدامات المهمه الاخرى له في الزراعه، فممكن انه يكون بالسيد اند ليف كوتينجز، ممكن يكون بالاسمده الفرتلايزر، ممكن أن يدخل في صناعة الأغذية بالفود كيمستري، يحافظ لي على الغذاء من التلوثات ومن التعفن عندما يصير الكوتينج أو يحفظ بتغليف باستخدام الكيتوسين أو الكيتين كوتينج. وبنفس الوقت ممكن يحمي لي النبات نفسه من الكثير من مسببات الأمراض والسموم الخارجية اللي ممكن تأثر على إنتاجيته وعلى نمو النبات بحد ذاته. كل هالمميزات الفريدة، لكنه بالحقيقة يمتلك الكيتين والكيتوسين محددات أيضا تكمن هذه المحددات بالهاي ايزوليشن كوست. بالحقيقة عملية فصل الكيتين وتحضيره وإنتاجه مكلفة جدا، فنشوف الكيتين تكلفة إنتاج الكيلوغرام بحدود 169 دولار، بينما الكيتوسين تصل كلفة الإنتاج 600 دولار للكيلوغرام حسب طريقة فيشر ساينتفك. ولو أردنا نحصل على كيتوسين بالألترا بيور جريد اللي يكون جدا نقي، فالكلفة مالته تصل إلى 40,000 دولار للكيلوغرام الواحد. فبالحقيقة هذه السبب الوحيد اللي هو من ضمن الليميتيشن في استخدام ويحد لي من الاستخدامات الواسعة في كثير من التطبيقات بالنسبة للكيتين والكيتوسين. شكرا جزيلا.